بطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017. نحكي على المنتخبات المشاركة في النسخة 25 بطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017. اليوم باش نحكي على المجموعة الثالثة، بالتحديد على منتخب السعودية. المنتخب السعودي لكرة اليد شارك 6 مرات فقط من جملة 24 نسخة في بطولة العالم. أهم المراكز اللي حققها خلال مشاركته هي المركز 19 في زوز مناسبات. مدرب المنتخب السعودي هو الكرواتي نيناند كالجياك. هداف المنتخب هو محمد زاير براسيد 180 هدف، يجي بعده كل من حسن جنابي ب 115 هدف وهشام العبيدي برصيد 110 أهداف. مشاركة متواضعة المنتخب السعودي على الصعيد الدولي. في المقابل المنتخب هذايا حقق إنجازات هامة على الصعيد القاري. نفكر أن المنتخب السعودي موجود في المجموعة الثالثة في المونديال إلى جانب كل من ألمانيا، بيلاروسيا، المجر، تشيلي وكرواتيا، والمقابلة ليه باش تكون ضد كرواتيا نهار 13 جانفي.